السلام عليكم سيداتي سادتي. طبعا انا اولا طبعا تفاجئت لانه اول مره احضر حاله مثلك حاله حقيقه. انا خبرني الاستاذ الدكتور علي عجمي انه اذا في القي محاضره حول الادمان بين العائله والمدرسه والمجتمع. ف تعرفون في 30 سنه الماضيه انا حبيت راح لان شفت الاجواء حقيقة متساعدة على محاضرة جدية وسلايد وشغلات قلنا نحكي حوار وبعدين اللي يجي بهيك محاضرة يكون أحسن شيء يكون يروح للبيت لازم عنده فد شيء جديد يعني يكون يروح البيت وماخذ فد فكرة أو فد يعني معلومة جديدة. نبدأ مختصرة سريعة ولو أنا عندي فقط 20 دقيقة. أنا طبعا كنت في البصرة وبعدين رحت على لندن وبعدين كنت ادرس على اساس دكتوراه نوكليير كيمستري. بعدين صارت الحرب العراقيه الايرانيه وبعدين صار خلاف بيني وبين الاستاذ في جامعه لندن ما يقبل يخليني ادرس على صناعه القنبله الذريه. يقول يعني هذا شيء ممنوع. فصار خلاف حولني الى الكيمياء النظريه النوويه النظريه. وما عجبني الوضع ايضا فانتقلت الى جامعه كانتن وبعدين طلبوني بالعراق ان ارجع لحرب بين العراق وايران. انا طبعا 3 دقائق لا تصور اطول الموضوع بس حتى اربط الموضوع لكم. فبديت حقيقه سنه واحده بالكيمياء النظريه وبعدين طلبوا من عند وقفوا علي المساعده الماليه وزاره التعليم العالي وتوقف عندي كل شيء وانا لقيت محاضره في لندن جامعة امبريال كولج ضد ذاك الوقت طبعا صدام حسين. فكل اللي حاضرين بالقاعه حاصلين على زماله خرجوا من القاعه لانه خفت انقطع عليهم الزماله. انا بس طلعت انقطعت من عند الزماله. وطلبوا مني ان احضر للسفاره. فكان احد الحاضرين يسمع المحاضره ومعنا طبعا كثير ما انتم ضعف يعني هذا العدد. الظاهر هو كان مراقب الكلام مالت كله ف خلصت بعد ما انتهيت من المحاضرة قال لي اكو جماعة ترى انت وقعت خطر الى اخره. المهم مختصر مفيد بعدين انا نهبي الطريق انه كتبت رسالة الى استاذ في نيويورك وشفت عنده مشكلة علمية ما يعرف كيف حلها وانا كنت مضطر فاقترحت له حل كيف يحل هذه المشكلة ودبعت لي رسالة يقول لي تعال على امريكا. فما رحت السفارة الامريكية قال لي باعوا الجواز مالتي. انا صار ما كنت فاتح حتى الجواز العراقي، فتح شاف حامل هذا الجواز لا يحق له السفر الى العراق الى اسرائيل وامريكا. فقال لي ما نقدر نعطيك يعني فيزا. فرجعت بعدين خابرني الاستاذ مره ثانيه قال لي وين متوقعك يعني تجي على امريكا؟ فقلت له القصه، بعث لي رساله ثانيه. بالرساله الثانيه بعث لي جرين كارد، في ذاك الوقت ما اعرف شو معنى جرين كارد. بعث لي رساله قال لي خذها للاميجريشن في لندن. لما رحت الاميجريشن نفس الشخص اللي رحت له مره الاولى تفاجئ قال لي انا قلت لك ما اعطيك فيزا بس اعطيته رساله. انقرا الرساله تفاجئ خابر امريكا وخابر اي ان اس انترناشونال فور اميجريشن وبعدين طبق لي اياها فطبق ما اعرف شو معناها. فوصلت الى امريكا ومن ذلك الوقت 1980 انا في امريكا. وانا درست دكتوراه في جامعه اوكلاهوما وبعدين في جامعه وين ستيت مثل ما تفضل الاخ. وخلال التسعينات الاخيره درست ماجستير حول الادمان، جينا موضوع حول الدرجز. كما ما تلاحظون المحاضره يعني غريبه مو مثل المحاضرات اللي تسمعوها. المعلومه اللي اقولها اولا لاحظت قبل فتره قريبه جدا صار اجتماع في ديربون حول المروانه. تعاطي المروانة وكانت ندوة والكونسل كان المكان مكتظ بالسكان فلاحظت سكان ديربون ما يرغبون المروانة لعد كيف التصويت صار لصالح استخدام المروانة الميديكال مروانة. طبعا المعذرة انا احاول اتكلم بالعربي قدر الامكان شوي ربما بعض الصعوبة. ليش لعد الفوت صار لصالح ميديكال مروانه اذا كان الناس السكان كانت القاعه مكتظه جدا؟ طبعا انا حضرت الندوه واعطيت رايي الخاص. الكونسل
نسيت اسمها في ديربون بعثت لي قالت لي انا بدي اتكلم معك بعدين متابعه الموضوع. السبب الرئيسي لان الاهالي ما صوتوا، كثير من الناس ما راح صوتوا، فاللي ارادوا ميديكال مروانه التصويت مشي. انا اشتغلت على المروانه ايضا، والمروانه خطيره جدا حقيقه، بالرغم انه تصوروها بسيطه وما بها، انا اعرف حقيقه ان شاء الله يراد لها محاضرات اكثر، بس المروانه جدا جدا خريطه خطره، لان المروانه بها 131 دواء. ان شاء الله اذا تتذكرون بعد خمس سنوات، خلال خمس سنوات القادمه راح يصير عدد الادمان ثلاثه اضعاف انا اتوقعها عما عليه الان. فهذه طبعا لها تفاصيل. انا قمت في تجارب في ميديكال سكول في وين ستيت يونيفرسيتي، اخذت مجموعه من الفئران، طبعا انا كنت جايب معي الثوم عشان احضر نفسي على محاضره وفيديوهات شغلات، بس تواجهت يعني انه ندوه لها اطار اخر. على كل فالميديكال مروانه راح تكون مشكله كبيره جدا، ويعني يراد لها حقيقه حمله قويه جدا، وانا مستعد ان يكون في محاضرات مهمه اقدر اشارككم تفاصيلها، ليش هذه مشكله بالفيلم والصوت والصور والتوضيح البسيط. وبعدين حضرت ندوه في السفاره اللبنان، السفاره اللبنانيه مع القنصليه سوزن ياسين، وكانت يعني جهودها جباره بانه دعت الاهالي، وايضا الحضور كان مكتظ جدا، وهذا دليل على ان الاهل مهتمين في ايجاد الحلول، والحلول لها جدا سهله في الوقت ان المشكله صعبه وكبيره جدا. ما هي الحلول؟ الحلول تبدا حقيقه من العائله، مثل ما تفضل الاستاذ، الحلول تبدا من العائله. والحلول المتبعه الان من ضمن الادويه كلها خطا. الحلول المتبعه الان كلها خطا، وطبعا في مثل ما في جلسات اخرى اقدر اوضح لكم لماذا خطا. موجود يعني حتى في الاي، اذا تروحون على اليوتيوب على اي محاضرات المتابع سوف يلاحظ اساتذه اخصائيين وجدوا ان تشخيص الشخص بانه مريض بالادمان هذا خطا جدا، بالضبط ضد الاصلاح. الان يعني في الاشهر الماضيه راح تلاحظون ان هذه النظريه جدا خطا. الصحيح هو عدم جعل الشخص اللي يستخدم المروانه انه هو مذنب ويعني حتى يعاقب، هذا يعني خطا جدا. هذه اول طبعا هذه مشكله من المشكلات. المشكله الثانيه التغذيه. أنا في بإمكاني أن أوضح لكم نظام تغذية معين بحيث حيخلي هو بعد ما يحب المروانة ولا يقدر يستخدمها، مثل ما استخدم في موضوع الكحول، يستخدمون عقار اسمه الدايسلفيرام فد مركب لعلاج الناس المصابين بالإدمان على الكحول، وإلى قصص أيضا طويلة. هذه النقطة الثانية. والنقطة الأخرى المحبة والتواصي. يعني هذه الجلسة حاليا لو يتيح لنا أن نأخذ دم مالكم اول ما اجيتوا، وبعدين نحلل الدم بعد ما يعني تحضرون هذه الجلسه، راح تشوفون نسبه الدوبامين والمركب السعاده والاوكسيتوسين يصعد في جسم الانسان. فهذا يعتبر ايضا من الحلول، التواصي والنظر للطفل والام ومحبه الجيران والجلسات الاجتماعيه هي تعتبر هي الحل، بل هي الحل لمثل هذه طبعا المشكله. وقبل ما اختم احب ايضا اوضح لكم النقطه جدا ايضا جديده ربما عليكم. بسنه الستينات العلماء الروس قاموا في تجربه يريدوا يشوفون شنو فرق ما يجول في دماغ الشاعر المؤلف والمطرب وما يدور في دماغ العالم في الفيزياء والطب، يعني شو الفرق بين النوعيتين، نوعيه الشاعر الاديب الذي يكتب القصص ويلقي الشعر، وبين الذي هو عالم في الفيزياء والطب والرياضيات. وظهرت المفاجأة، يعتبر الشاعر أذكى وأكثر نشاط عقلا وتوسعا من دماغ وعقل الشخص الفيزيائي بالرياضيات والفيزياء والطب، وقضية علمية معروفة ثابتة. فأنا كنت وقتها كنت أقرأ أدب إيفان تورغينيف تولستوي والشغلات هذه والأدب الفرنسي وكذا. حتى في فرنسا سووا استفتاء
يعرفون طلاب الفرنسيين في باريس يدرسون الادب ما هو مؤلفهم المفضل. من صوت الاستفتاء طلع ايفان تورغنيف وهو روسي بس هو يتكلم ويكتب اللغه الفرنسيه. فايضا الادب يعني الادب له دور كبير حقيقه جدا في حياتنا. انا انزلناه قرانا عربيا، والادب العربي واللغه العربيه ما لا يوجد اجمل منها ابدا. يعني وليس تقليلا من شان اللغات الاخرى، بس اللغه العربيه نمبر 1 حقيقه في البلاغه، وهذا ايضا له موضوع اخر، واخصائيين اللغه العربيه اعتقد يفهمون ذلك. طبعا قبل ان اختم كلامي بس اختم في هالكلمتين ان موضوع المروانه وموضوع المخدرات وموضوع الادويه الذي يدعون به انه هي ادويه هي حقيقه قال عنها الامام علي عليه الصلاه والسلام انها كلمه حق يراد بها باطل. وهو من ناحيه بها مثلا المروانه بها فوائد طبيه، انا اشتغلت على المروانه مع استاذ اللي هو اسس مركز الدراج ابيوز في وينستيت، هسه هو حاليا متقاعد، دكتور يوجين شونر، هو اسس السنتر مال الدراج ابيوز ومال الكحوليزم في وينستيت يونيفرستي. ف هذا طبعا موضوع بعدين نقدر نتكلم فيه في جلسات اخرى ان شاء الله، واترك ايضا المجال لكم اذا عند اي سؤال. انا حبيت حقيقه تكون ندوه بسيطه لانه الوقت ما يساعد كثير، واشكركم. فاذا اكو سؤال ما ادري اذا اكو وقت للاسئله. تفضل تفضل استاذ. الان من المروانه اكو علاج.